رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج جولة أوروبية، معي أنا رينات خشان. جولتنا اليوم خفيفة لكن أثرها تقيل، وكمان شوي رح أقولكم ليش. وبدي أذكركم بسؤال آخر الحلقة يلي بتقدروا تجاوبوا عليه عن طريق الفيسبوك لتربحوا 3 جوائز قيمة كل جائزة 100 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. نروح على طول الكرم؟ يلا. كسارة في طول كرم ورح نوزن هالكتل والشاحنة الكبيرة عشان نعايرها ونتحقق من الوزن وإنه الأبان الأرضي بوزن صحيح لتكون حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية. بتقوم المؤسسة بإجراء عملية التحقق من دقة الأبانات الأرضية باستخدام أوزان وعيارات زي هاي يلي بتوصل 30 طن عشان تحدد نسبة الخطأ وتكون ضمن الأخطاء المسموح فيها حسب تعليمات علم القياس القانوني أو المترولوجيا القانونية. هاي الجزئية من ضمن مشروع كبير قيمته تقريباً 5 مليون يورو بيدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تحديث البنية التحتية الفلسطينية للجودة واللي بتقوم بتنفيذه مؤسسة المواصفات والمقاييس. هاي المؤسسة الوطنية مهمة كتير لأنها بتحمي المستهلك والبيئة وبتساهم بتطوير جودة المنتج الفلسطيني وتعزيز قدرته التنافسية. والاتحاد الأوروبي مهتم جداً بتطوير مؤسساتنا الوطنية وخصوصاً مؤسسة المواصفات والمقاييس عشان تكون منسجمة مع المتطلبات الدولية. المشروع مقسم على مرحلتين، الأولى تحديث الأنظمة وتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وكمان تطوير عناصر البنية التحتية للجودة. أما المرحلة الثانية من المشروع فبتشمل على إنشاء مختبرات بتم فيها فحص الأجهزة الكهربائية واللي بيساعد برفع دقة القياس وبيساهم في تطوير الجودة وبيحمي المواطن لما يشتري الأجهزة الكهربائية ويستخدمها زي شاحن الجوال والمايكروويف والثلاجة مثلاً. ويلا نروح على طول كرم البلد. على فكرة ضبط معايير الجودة والقياس لها علاقة بالذهب كمان. زي ما شايفين دعم هذا المشروع بيدخل بكتير جوانب بحياتنا من أتقلها لأخفها، والهدف حماية المواطن وتطوير جودة المنتج كمان عشان يتم الاعتراف الدولي بخدمات وبرامج مؤسسة المواصفات والمقاييس ونسهل التبادل التجاري من وإلى فلسطين. وهلأ وصلنا لسؤال الحلقة يلي بتقدروا تجاوبوا عليه عن طريق الفيسبوك لتربحوا 3 جوائز قيمة كل جائزة 100 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وسؤالنا لليوم، في أي دولة تم ابتكار المتر كوحدة قياس؟ بشوفكم بكرة ورمضان كريم.